وشهداء الأسرة، ومع المعرض القائم حاليا 100 شهيد 100 حياة. إذا جاء أستاذ الكبير رافع الناصر وعرض علينا هذا المحاضر القيمة اللي تتكلم عن الأسرة في السياسة الفلسطينية، ونظرا للتزامن مع الأحداث اللي صارت، فأظني اليوم أشوف لمحة سريعة عن مبدعين عرب وعالم قدرتهم الإنسانية مع هذا الشعب الصامت، وكيف بفكروا يعكسوا عن طريق إبداعهم نظام الشعب. أستاذ الكبير رافع الناصر غني عن التعريف من أعمدة الفن العربي المعاصر، ويوم أن نتشارك مع بعض في هذا التجربة الحلوة اللي تحكينا فيها عن هذا الحدث المهم اللي صار في بلاد غنمة. ونرحب فيكم وفي الأستاذ رافع الناصر استمتع كلنا بهذا المسير جميل. شكرا لكم. شكرا اسمحوا لي في البداية أن أقدم تحية خاصة إلى سيدة الدارة السيدة سهى شومان الفنانة والصديقة، وأدعو لها بطول العمر من أجل خدمة الفن العربي المعاصر وأعلى شأنه، كما أدعو من الله عز وجل أن يلهمها الصبر والسلوان بفقيدها الغالي وفقيدنا كلنا إنه لسميع مجيب. كما أرجو أن تسمحوا لي أو وتسامحوني عن أي خطأ تاريخي أو معلومة فنية ناقصة، وعذري أنني اعتمدت على ذاكرتي في تدوين هذه الملاحظات، ولأن مصادري ومراجعي حول هذا الموضوع بالذات ليست معي، وإنما في بغداد موعد تاريخي وذاكرتي وروحي. عنوان المحاضرة أو بالأحرى مقدمة المحاضرة هو الملصق العالمي من أجل فلسطين. الملصق بوستر فن وثيق صلتي بفن الطباعة وتقنياتها المختلفة، فقد تزامن ظهوره وتطوره مع تطور فن الطباعة، وهو ما استمر عليه الحال حتى يومنا هذا. ذلك أن الملصق إعلان يطبع ويلصق على الجدران، تتألف صورته من مفردات فنية رمزية ودلالية مصحوبة بعبارات مكتوبة، أما الهدف منه فهو الترويج لأفكار أو قضايا أو معلومات اجتماعية وسياسية وثقافية وتجارية. وتختلف وسائل إنتاجه وطباعته من بلد إلى آخر حسب التطور التقني والثقافي والفني لذلك البلد. حين بدأ الملصق يطبع بواسطة الحفر على الخشب الوودكت والزنكراف ثم الليثوغراف
الطباعة الحجرية والشاشة الحريرية سيلسكرين أصبح يطبع بالأوفسيت واستمر كذلك إلى يومنا هذا. وبعد أن كان إنتاجه يتم يدويا من قبل الفنانين والمصممين لعدة قرون، أصبح منذ تسعينات هذا القرن تسعينات القرن العشرين ينتج بواسطة الكمبيوتر، وساعد المصمم في عملية إنتاجه برامج معلوماتية متطورة. لكن الإبداع والابتكار ظل ملكا للفنان واحد. بدأ الملصق الحديث أول ما بدأ بسيطا وبدائيا كواسطة للترويج عن البضائع التجارية والمصنوعات بغرض الإعلان عنها لخلق المنافسة أو كسب الزبائن، وذلك في أعقاب الثورة الصناعية في أوروبا. لقد كانت الملصقات حينئذ بدائية التصميم والطباعة، حيث استخدمت طريقة الزكورات في اللون الأسود والأبيض فقط، ثم استخدم لون ثاني مع الأسود، وكان ذلك اللون هو الأحمر في الغالب. بعد أن اكتشفت طريقة الطباعة الحجرية في أواخر القرن الثامن عشر أصبحت الطريقة المفضلة لدى الفنانين لعدة عقود، وكانت تلك الرسوم تتم بأسلوب حرفي تقليدي صارم إلى أن جاء الرسام الفرنسي تولوز لوتريك أو هنري تولوز لوتريك لينقذها من تقليديتها ويضعها في خانة الفن الخالص، وذلك في أواخر القرن التاسع عشر. ولم يكن لوتريك هو الوحيد الذي استخدم هذه التقنية الطباعية الليثوغرا، والأسلوب الانطباعي في إنتاج الملصقات آنذاك، بل كان هنا بونار وفولان وغيرهما من الرسامين. وحين اكتشفت الطباعة الحريرية سيلسكرين في ثلاثينات القرن العشرين في أمريكا، تنافس المصممون على استخدامها في طباعة ملصقاتهم الجدارية، ثم انتقلت إلى أوروبا وحلت بديلا عن الطباعة الحجرية التي تعتبر من الناحية التقنية أصعب منها وأغلى تكلفة. في العقود الأخيرة من القرن العشرين تميزت اليابان وكورونيا بإنتاج الملصقات الجدارية، وأبدع فنانوهم وأصبح لهم أسلوب يميزهم عن باقي فناني العالم. انطلق المصمم الياباني معتمدا على أثره الحضاري العظيم في الرسم والطباعة، وعلى التطور التقني الكبير في الفوتوغراف والطباعة التجارية التي برعت اليابان بها دائما. وانطلق المصمم الفولوني معتمدا على ريادته في الحداثة الفنية وحريته الهائلة في الابتكار والتعبير والتخيل، مع اهتمام خاص واستثنائي بالملصق الجداري الحديث، سواء من قبل الفنانين أو من قبل المؤسسات الثقافية. كلاهما اليابان وبولونيا كانا السباقين في تنظيم المعارض العالمية للملصقات وحصد الجوائز فيها، وبالتالي كان الأكثر انتشاراً والأكثر تأثيراً على مصممي وفناني العالم الثالث ومنهم الفنان العربي. الفنانون العراقيون كان لهم دور رئيسي وفعال في تطور الملصق الجداري العربي أيام ازدهاره في الستينات والسبعينات من القرن الماضي،
ولم يكن دوره مقتصرا على إنتاجه واستخدامه وسيلة لنشر الوعي الثقافي والسياسي، بل أداة لتطوير الذائقة البصرية والفنية لدى الجماهير. بدأ إنتاج وطباعة الملصق في العراق منذ أواخر الثلاثينات من القرن العشرين، لكن لم تكتمل أهدافه وملامح شخصيته إلا في أواخر الستينات من القرن نفسه، وقد كان الحد الفاصل بينهما هو ذلك المعرض الذي أقامته جماعة المجددين على قاع جمعية الفنانين العراقيين بعيد نكسة حزيران 1967، معرض مشهور وقد فقدنا أثره لعدم توثيقه وطباعة مصحفه في حينه. ثم المعرض المشترك لستة فنانين: ناظم رمزي، ضياء العزاوي، محمد ماهر الدين، رافع الناصري، صالح الجمعي، وهاشم سمرجي، الذي أقيم على قاعة المتحف الوطني للفن الحديث كوربينكيان عام 1970، والذي يعتبر المعرض الأول من نوعه في تاريخ الفن العراقي المعاصر، لما احتواه من ملصقات بمواصفات عالمية من حيث مقاييس الورق وتقنيات الإنتاج وتنوع المواضيع، حيث شمل المعرض على الملصقات السياحية والثقافية والاجتماعية والسياسية مع التركيز على القضية الفلسطينية خاصة. وقد تولت وزارة الإعلام آنذاك طباعة مختارات من تلك الملصقات بطريقة الأوفسيت وتوزيعها في كل أرجاء العالم. كان للملصق العراقي سمعة حسنة في الأوساط الفنية والجماهيرية، فبالإضافة إلى اهتمام الفنانين والمصممين بالملصقات الثقافية والاجتماعية، كان لهم اهتمام خاص بالملصقات السياسية، وكانت القضية الفلسطينية على رأس تلك الاهتمامات. لم تمر مناسبة وطنية أو فنية أو ثقافية إلا وكان الملصق جزءا من برامجها، سواء المرسوم منها أو المطبوع، وكان موضوع فلسطين من أول تلك المواضيع. عندما أقيم مهرجان الواسطي عام 1972 في بغداد، قامت وزارة الإعلام بطباعة العديد من الملصقات الجدارية احتفالا بالمناسبة، وكان الجزء المهم منها ملصقات عن القضية الفلسطينية نفذها فنانون عراقيون معروفون. وقد دخل التصميم وإنتاج الملصق الجداري في برامج الدراسة الفنية، وخاصة في معهد الفنون الجميلة الذي أبدع طلابه بهذا الفن واستحقوا طباعة ملصقاتهم من قبل وزارة الإعلام عام 1974 أثناء انعقاد الدورة الأولى لبيانال الفن العربي في بغداد. وقد خصص جزء كبير من هذه الملصقات لقضية فلسطين وحركة المقاومة الفلسطينية الساخنة آنذاك. في عام 1976 وعلى أثر مجزرة تل الزعتر، انتفض الفنانون العراقيون غضبا واجتمعوا في قاعة جمعيتهم، جمعية الفنانين العراقيين، التي سميت بعد ذلك جمعية التشكيلي العراقي، ليعلنوا احتجاجهم من خلال ملصقات كبيرة الحجم رسموها وانتجوها بأيام قليلة، لتصبح واحدة من أهم المعارض الفنية التي شهدتها بغداد. ثم أعقبوها بتجربة مماثلة أخرى
احتجاجه على زيارة الرئيس أنور السادات إلى القدس، وعرضت أثناء انعقاد القمة العربية في بغداد عام 1979. في عام 1979 أيضا نظم المركز الثقافي العراقي في لندن معرضا دوليا. طبعا في ذلك الوقت كان مدير المركز الثقافي ناجي الحديثي ومثقفين معروفين العراقيين، الآن وزير الخارجية العراقي، ومستشار المركز كان ضياء العزاوي. الحقيقة لتاريخ المبادرة والمشروع، دراسة المشروع كله كان بمبادرة من ضياء العزاوي. معرضا دوليا أطلق عليه اسم معرض بغداد العالمي للملصقات، وانعقدت الدورة الأولى تحت عنوان فلسطين والعالم الثالث، وأقيم على قاعة المركز في لندن أولا، ثم على قاعة المتحف الوطني للفن الحديث في بغداد لاحقا. وقد شارك فيه عدد لا بأس به من فنانين الملصق العالميين والعرب، وحصل المتميزون منهم على جوائز مادية وتقديرية منحتها لهم لجنة تحكيم دولية ضمت أشهر الفنانين. لقد كان هذا البينالي أو المعرض العالمي حدثا مهما في تاريخ الفن العربي المعاصر، لأنه المعرض العربي الأول من نوعه على المستوى العالمي، ولأنه مثل الاتصال الفني المباشر مع فناني العالم، وجمعهم للتعبير عن موضوع واحد وهو العالم الثالث وقضايا، وأهمها قضية فلسطين. قضية الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربية فلسطين كان المحور الرئيسي أو الرئيس الذي عالجه الفنانون في هذا المعرض وأبدعوا فيه حقا، ومنهم الفنان البولوني جاك كواليسكي الذي حاز على الجائزة الأولى سنرى الملصق، عن ملصق بسيط لكنه ذكي جدا، فقد استخدم المصمم شكل المظروف البريدي التقليدي المخطط باللونين الأحمر والأزرق على كامل مساحة الملصق، ورسم الطوابع والأختام بإتقان شديد، وكتب عنوان المرسل إليه فلسطين، لكن البريد الإسرائيلي أعاده مع ختم يقول يعاد إلى المرسل، لا يوجد عنوان كهذا. أما الفنان المغربي محمد المليحي فقد تناول موضوع القدس واستخدم في ملصقه رموزا كقوس قزح والهلال وألوان الفجر، وسط سماء داكنة تحيط بقبة الصخرة، وذلك للتعبير عن الأمل باستعادة المدينة المقدسة والتأكيد على هويتها العربية الإسلامية. وعبر الفنان على بشير عن قضية فلسطين ومركزيتها في الوجدان العربي، حيث نثر الحروف اللاتينية المكونة باسم فلسطين داخل عقل العربي رغم كل المصاعب والعراقيل. لقد حققت هذه التصاميم خلاصة مفاهيم وأهداف الملصق المعاصر، وهي إيصال الفكرة بأقل ما يمكن من إيجاز في الشكل والمضمون، شأنها شأن إرسال برقية بأقل الكلمات. أما بقية الملصقات فقد عبرت بصدق عن حالة الاحتلال الإسرائيلي ومقاومته، وعن معاناة الشعب الفلسطيني في ظل هذا الاحتلال. وقد تولى المركز الثقافي العراقي في لندن طبع جميع الملصقات بأحجامها الطبيعية بالنسبة للملصقات الفائزة بالجوائز الأولى والتقديرية، وطبع باقي الملصقات المشاركة بحجم أصغر، إضافة إلى طبعها جميعا على شكل بطاقات بريدية وزعت
الملصقات والبطاقات البريدية في بلدان كل الفنانين المشاركين، إضافة إلى استخدامها في مناسبات دولية عديدة. والغريب أننا اليوم ونحن بأمس الحاجة إلى الملصق الصادق والمعبر عن قضايا أمتنا المصيرية، نرى حماسة الفنانين العرب وأصواتهم المعبرة عن تلك القضايا قد تحولت إلى ما يشبه الصمت. إنه لصمت عجيب. شكرا. الحقيقة بالمناسبة قبل أن نبدأ بالسلايدات، يعني أحب أن أستغل هذا المنبر وأدعو مؤسسة عبد الحميد شومان ممثلة بإدارة الفنون بإعادة تجربة من هالنوع هذا، أي دعوة فنانين العرب فنانين عالميين للمساهمة في تصميم ملصقات ومشاركة في إصدار ملصقات عن قضية فلسطين وظروفها الحالية. شكرا. الإسرائيليين أو الاحتلال الإسرائيلي مكتوبة، وبعدين
شوف التفريع قدر الآن أيضا هي كلمات عبرية تعبر عن الموضوع، يعني هو يحتج على هذه اللغات وحصل على جائزة. هذا حصل على جائزة أولى، ومع الأسف يعني قبل المحاضرة كنت أجربها اكتشفت أنه من كسرة الزجاجة اللي تحفظ السلايد فهذا الشرف هو ما موجود بالأساس. هذا مهم جدا وطبعا بالحجم الكبير بس تمثيل مطلق بشكل ريفيرنس سنتر يعني معبر عن الحالة وعن الموضوع بشكل مرتب جدا وجميل جدا وبعدين شعبي، يعني كل واحد شايف هذا الظرف وكل واحد عنده تماس بصري مع هذه الأشكال. والطابع طبعا يونايتد نيشن الطابع يعني أيضا الفكرة معمقة أكثر. بالضبط. شوف هذا يعني إشارة أو قطعة تشير إلى فلسطين جايين وضاربينها ألوان وكاتبين على إسرائيل، يعني بمعنى الحذف. وهو طبعا يستخدم كلمة نو لضد هذا الاحتلال. بالمناسبة أنا هذا شيء من هالقبيل، أنا شايفه في قطعة تشير إلى عانة وراوة، فهي الحقيقة تشير إلى عانة وأهل الراوة جايين وماسحين أهل الراوة. مع اختلاف الموضوع هذا الموضوع الحقيقة الشعار الرئيسي كان لموضوع فلسطين هو A homeland denied. فكلهم اجتمعوا على هذا. شوف النشبة شلون منتشرة، يعني هي سياج بس انتشرت على كامل فقاعات المنصة. هذا بشكل بطريقة أخرى، هذا حدد الكلمة نفس فلسطين نفس. الحقيقة اللي يتذكر أو أعتقد الأخوان كثير منهم يذكرون الناس كانت بشكل جميل جدا ومنفذة في القرن وكأنه مطبوع. لا لوحات بعدين طبعا بعدين كل المركز تبعها بس بالاساس هي مرسومه، هي موجوده طبعا بتقنيات مختلفه، منها فوتوغراف منها مرسومه بالايد منها قرار، يعني كانت مفتوحه المسافه. هذا استخدم رمز اخر اللي هو الشباك وسد في المجمع. اكو اشياء والحق قليلا، يعني اساس المنصب انه يحتاج الى كثير من الشرف والرساله توصل بلحظه، يعني حتى احد الفنانين المعروفين بالاصل هو بولوني كان سابقا في امريكا يقول انت اذا تمر بالشارع واذا عينك ما لك فد شيء معناته ما في شيء، واذا في مقوله اخرى انه اذا ما شفت شيء مختلف عن اللي معتاد يشوفه معناته هذا منصب غير جيد او غير مكتمل الشروط. شعار جميل هذا حول نجمة إلى سواسطة.
هذا ايضا معبر وفني جدا، يعني بدرجة من الوعي الفني اكثر من المنصف التقليدي. شوف شو بس فلسطين او فلسطين لاتيني عن اما اسبانيا فلسطين، ومثل هذه البقعة جدا من الموسيقات اللي فيها مستوى فني عالي جدا. هذا ايضا استخدم المغروب ولكن بطريقة اخرى. هذه انا اعتقد هي اللي موجودة في الاردن، الاحجار السورية موجودة في فلسطين. ولا
الخط الجيد المعبر اللي فيه فكرة يعني مو شرط يحتوي على ألوان كثيرة ومباشرة، يعني أسود أبيض ممكن إنه، وشفنا قبل كمان حد أيضا في الأسود لأنه هو المهم في التعبير عن هذا شوي ضعيف هنا يعني ما أصور يعني شيء شعبهم صندوق يعني مؤلمة هذا هذا السلايد ما واضح بس أيضا مقامون من الفائزين من الملصقات الجميلة الحمد لله مطارقة العالم بعيد الهدف هو فلسطين وأعطوا كتابة بس أعطي كمان في السايد حرمان هذا أيضا من المنصفات الجميلة بس تلفت ألوانه هذا عراقي عايش بسويسرا وصار لي يعني أربع خمس أيام لا أتذكر اسمه أنا مطالب بعثة من المعهد بسويسرا بس قبل يعني هو ب79 كان بسويسرا يعني هو طالع من 75 76 هذا على بشير وأكد على هون من 1980 هذا راح تستغربون إذا تعرفون من المصمم أرداج كتافيان وغريب جدا لأنه استخدم الحرف العربي بطريقة جميلة طبعا استغل موضوع اللغوة الجريحة والرمز أحال إلى القضية الفلسطينية حقيقة جميل جدا فلسطين الأفضل من تصر أكو من ترجمها إلى فلسطين الأرض السليمة اللي وطن المسلم وطن المسلم هذا التضامن مفروض آسيا وأمريكا وأمريكا اللاتينية التضامن مع فلسطين هذا من الملصقات الجميلة والغريبة أيضاً فترات بعد كل فترات بكامل المساحة 170 وما عليه ولا كلمة الحقيقة يعني احنا معتادين أنه الملصقات تكتمل عندما تضع كلمة أو عبارة عن الموضوع تعبر أو تشير إلى هذا الموضوع بس اكو استثناءات انه التعبير كامل بالصوره وهذا من ضمن وواضح لانه يعني ما يحتاج تفسير مو ابدا يعني احتلال جزئي اسرائيلي وهذا شهيد ليس حق الارض يعني ما خرج من راب واعتقد هذا يمثل الوضع الحاضر يعني وضع الانتفاضه بشكل يعني ولو الإيد هذه إيد المقاومة مشدودة
بس خيوط يعني ممكن ان تقطع هو ما ذلك كمان علم فلسطين والنصر وقومنا رمان وأيضا من دون كتاب الحقيقة طرح موضوع السلام في عام 79 يعني أصلا ما كان مطروح يعني بشكل جدا ضبابي ويعني ما مركز بحيث ما صار لاحقا يعني اكو طرح تونسي وطرح مغربي بس بشكل غير واضح للجماهير ما حلو بصل برتقال هذا الوصف مهم جدا أبو درعة ترى من عبد الحمامة أنت من ذا شايفه؟ باينة بس يجوز الورا من ذا بس هي كل شيء أبو يعني هي صلب الموضوع هاي الدمعة أساسية جدا الحمامة مكونة من العالم الفلسطيني ودمعة ايضا تعبر عن وضع الحاله يعني هناك تنبؤ كان قبل 20 سنه وهذا حدث كمان هذا لمحمد الملاحي اللي حدث معنا الفنان المغربي المعروف فلسطين الوطن المقدس حلو مو؟ وهذا المنصب مال مالي الحقيقة يعني ما أعتقد شرح هواية بس أنا أخذت النصف الفوق التاريخ تاريخ القدس وهذه هي العهد العمرية وفيها كل التسامح والطيبة وعطاء الحرية يعني عدد مقروءة واقعة نعم بعدين البطل هذا ذاك التاريخ البطل الجوا اللي هو حالة القدس في عام 79 الإسرائيليين وضعوها تعقيدات معينة ف يعني عملت البطل يعني خلوها في ذات قنينة وهذه القنينة عادة في أوروبا هذا رمز أوروبا رمز غربي يعني يسوون بواخر وأشكال ذات للبطل مثل الحرب وردان الثقافة أول الثقافة الشخاط أول شخاط يكونون اشكال بعدين ورفتها ان يريدون يغيرون هذه الاشكال يا اما يطلعوها وقتها وقتها يا اما يكسرون الفضاء اوكي فهي الحاله انه القدس صورتها انه يا اما الاسرائيليين راح ينزلوها جزء جزء ويعطوها لهم او العرب يكسرون التنميه وتنتهي اسرائيل لان هذا فقدنا الفكره خلاص وما تعبناكم اذا تحبون نوع من الحوار نوع من ابداء الملاحظات او تفضل
خمسة برقم فيها لم يكن ظهار المنصب لم يكن محققا لا تنظر العربي حسب المرض العالمي وطبق في جهاز دولي نعرف مصادر نعرف الاحتلال وعلى ما أقول أنه كان انسحاب المنصب من ناحية العربية والتعلمية إلى علاقة بانسحاب هذه الفكرة وتحولها من أشكال غضب واحتجاج عالي إلى أشكال أخرى أشكال أكثر من إيطالية وأكثر من الأخرى أنا أسأل عن القيمة الفنية للبورصة ألا ألا ترى أنها تحولت إلى أشكال أخرى ألا مثلا أعتقد أن الإعلام المعاصر أخذ من البورصة الإيجاز والإشارة بعيدا يمثل وقتا لحالة من الوقت أنت الآن ترى إعلانات رسالة رسالة فنية خالصة مثل الإعلام السياسي اتفق معك بالموضوع بشكل عام لكن اذا جينا الى تنوع المنصب المنصب السياسي ربما انحسر لانحسار القضايا الكبيرة وتفاعل الفنانين مع القضايا الكبيرة ايضا لا تنسى ان الفنانين اصبحوا في وضع مختلف يعني اكثر تسامحا بهذه القضايا اكثر تأكيدا على الحياة اليومية المباشرة يعني أكثر اهتماما بلقمة العيش من الاهتمام بالقضايا الكبيرة ومنها القضايا الفنية ومنها أيضا القضية يعني مو فقط الملصق السياسي وإنما التعبير بواسطة الفن بشكل عام يعني إذا أخذناها أو حصرناها بالوطن العربي ونرجع نحصرها بالعراق يعني العراقيين الفنانين العراقيين كان لهم دور كبير في هذا المجال والحقيقة أنا أعتذر عن تركيزي على الفن العراقي وعلى النسق العراقي لأنه هذا اللي أعرفه شخصيا أما ما حدث في بقية البلدان العربية فمعلوماتنا قليلة عن الموضوع أرجع للموضوع الفنان العراقيين ساهموا مساهمة جيدة في ازدهار هذا الفن أوكي. الآن الفن العراقي يريد كل لقمته أكثر ما أنه يعبر بهذا الموضوع لأن هذه أشياء يعني غير استهلاكية مو هذا الواحد نجي للعالم العالم الغربي أعتقد الملصقات لا زالت موجودة ولا زالت أساسية لأنه بالنسبة لهم كل وسيلة تعبير فني إعلامي أو فني صرف أو تجاري هو في مكان يعني ما طغى شيء على شيء يعني ما طغى التلفزيونات والفضائيات على مثلا أن يكون لهذه الأوبرا أو هذا المعرض أو هذه الحفلة الموسيقية أو هذه المسرحية ملصقات مخصصة وحتى لقضايا سياسية عامة منها حقوق الإنسان مواضيع كثيرة يعني المجاعة حتى الألغام يعني كثير مطروح بساحة دولية مواضيع واشتغلوا عليها ملصقة أرجع أقول أنه قلت سابقا يعني قلت بداية المقال أنه البولونيين ازدهروا بهذه الأشياء ولا زالوا مزدهرين بسبب أنه بالأساس هم مآمين أنهم ملصق وسيلة
ثقافية على مستوى عالي، توعية واستهلاك في نفس الوقت. يعني ما تنازلوا عن المستوى الفني. وأعتقد يعني معظمكم يعرف أنه في بولونيا، وأنا أتمنى أنه لا زالت الحالة بهالشكل، أنه كل نشاط ثقافي يأتي من خارج بولونيا ومعه ملصق، يعني السينما دائما فيها ملصقات، ومنها الأمريكية، يعني أفلام أمريكية فيها ملصقات هائلة، أوكي، توصل بولونيا، أو مسرحيات أو حفلات موسيقى أو أوبرا أو سير، كلها هذه خلوها على صفحة، يابا على العين والرأس، أنتم الملصقات مالتكم، احنا نشتغل من جديد، اشتغلون من جديد، ولا زالت المعارض الدولية تقام، ولا زالت هذه المواضيع نفسها يعني تطرح وبشكل أفضل، لأنه هسه صار عندنا الكمبيوتر، صار جهاز ساحر، يعني ممكن يسوي لك اياها بنص ساعة مو سامر، ها؟ بينما كنا سابقا مو اقل من اسبوع 10 أيام عنا قاعدين ندق على منصف واحد، فهذه ايضا ساعدت. ارجع لخلاصة يعني تعقيبي على كلامك، انه لا زال بس بشكل اقل، لانه الموضوع السياسي صار غير شكل، بس المواضيع الثقافية والتجارية طبعا يعني تطور هائل، يعني اصبحت الملصقات الحجوان نشوفها حتى في عمان، يعني شوف الملصقات التجارية في عمان على مستوى هائل. ربما التصميم اكو يعني به خلل، يمكن الموضوع المطروح شوي يعني لتغطية قضايا يعني قضايا محلية، ممكن ما يقدرون يسوون أكثر، بس شوف هسه في الغرب في أوروبا بالذات ملصقات عجيبة غريبة. هل يعتبر الملصق الرسالة التي وصلتها أسرع هو الأنجح أم يؤخذ إنجاح المتقن في الملصق؟ يعني إذا كان هذا الجرافيكي مثلا أو جانب الوقت هذا توقف النظر الاعتبار مو الهدف، الملصق أيضا تغير وتطور، يعني كان يلصق على الجدار، هذا وسمي الملصق الجداري لها سبب، هذا بوستر من شروطه أنه يلصق على الجدار، جدار في شارع هذا ما يقبل الله، فأنت سواء ماشي سواء بالسيارة سواء بالقطار عليك أن تأخذ الفكرة الرئيسية مع ذاك الملصق، تستلم رسالة أنا سميتها برقية. بعدين لا صارت ملصقات مثلا تخليها في مول أو في مركز ثقافي أو في مكان عام بس محدود الحركة، هذا يتحمل أكثر، يعني مو شرط هذاك اللماح السريع، ممكن يتحمل أكثر تفاصيل، لأنه أنت تعرف الكتابة يعني اللي شفناها هنا هي كلها كتابة كبيرة، وتقريبا أما فلسطين كعبارة واحدة، يعني كلمة واحدة أو عبارة اللي هي هوملاند بناية محدودة، بينما الأكو ملصقات يجب عليك أن تخلي معلومات يعني كميات كبيرة عن وقت المسرحية، عن المسرحية، عن الممثلين، عن المخرج، عن وكذا وكذا وكذا، فهذا ما يتحمل انه بسرعة شوفه، لازم نشوفه بتأني اكثر، يعني هذا الملصق الثقافي الفني اللي اكثر من انه جماهيري سريع اعتقد. أنا سألت هذا السؤال، يعني أشوف من خلال السلايدات يعني أحيانا واحد ضعيف بس جرافيكيا كان كلش ناجح، هذا مهم. ماكو ضعيف، يعني كلفر ماكو، لا كلفر ولا ضعيف، كلهم عبروا عن الموضوع بشكل جيد جدا،
وهذه مختارة من قبل لجنة دولية ولم يعرض أي ملصق ضعيف. لمحة تاريخية بجوز لفترة مهمة مرينا فيها نحن هنا في الوطن العربي، وهذا تذكار لموقف الشعب العراقي العظيم اللي دائما وقفوا ووقفوا مع الشعب الفلسطيني، ما عمره نسى، ما عمره قطعوا، حتى كمفكر وكمبدع كان لهم دور قوي مهم في نقل هذا الرسالة عربيا وعالميا. فإن شاء الله يا سيدي تظلكم أنتم قادة في الفكر العربي وفي موقفكم القومي نحو شعب فلسطين. شكرا لك. السلام.